حيث أعلنت دائرة الصحة ذي قارة عن قرب افتتاح وحدة الأشعة التداخلية لمساعدة المرضى في عدم اللجوء إلى العمليات الجراحية واستخدام وسائل حديثة لأول مرة في البلاد. إذن التفاصيل من مراسلنا في ذي قار. دائرة صحة ذي قار تفتتح وحدة الأشعة التداخلية والتي تختص بعلاج الكثير من الأمراض عن طريق التداخل القسطاري باستخدام وسائل التداخل المباشرة داخل الجسم باستخدام طرق التصوير الإشعاعي بدون اللجوء لعمليات جراحية ولأول مرة في العراق. مركز الناصرية للقلب بمشروع إنشاء وحدة الأشعة التداخلية، وهي يعني علاج الكثير من الأمراض عن طريق التداخل القسطاري. صراحة هذا الفرع من الطب هو يكاد يكون غير متواجد أو غير متوفر في العراق في الوقت الحاضر، وإجراء عمليات التداخل الجراحي بالأشعة، وهذا يعوض المريض كثيرا عن كثير من العمليات اللي تحتاج عمليات التخدير وعمليات الأموال الطائلة وعمليات الفتح الجراحي الكبير. هذا راح يعوضنا كثيرا ويوفر خدمة كبيرة لمواطنين الأعزاء. وتتم عن طريق فتحات صغيرة في الجسم يستطيع الطبيب الخبير في مجال الأشعة التداخلية من خلالها استخدام معدات طبية حديثة ودقيقة يتم رؤيتها داخل الجسم وتوجيهها باستخدام طرق التصوير الإشعاعي المختلفة حتى تصل إلى مكان المشكلة المرضية وعلاجها بدون اللجوء للفتح الجراحي. الأشعة التداخلية هي بصراحة علم للأشعة التداخلية أكثر مما هو اختصاص، لارتباط هذه الاختصاص ببقية الاختصاصات الطبية. علم الأشعة التداخلية يتضمن عمليات الوعائية واللاوعائية، والوعائية هي مثلا قسطرة الشرايين وقسطرة الأوردة. قسطرة الشرايين بالنسبة للأعضاء بالنسبة للأطراف السفلى والأطراف العليا، وقسطرة الأوردة لفتح التضيقات الموجودة في الأوردة والمؤدية والمتسببة إلى حالات الانصمام الرئوي والذبحة الرئوية المعروفة. إذن علم الأشعة التداخلية هو علم يرتبط ببقية الاختصاصات الطبية ويقوم بالعديد من العمليات التداخلية الوعائية واللاوعائية من ضمنها قسطرة الشرايين بالنسبة للأطراف العليا والسفلى. إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسين الكنزاوي مدير مركز الناصرية للقلب. دكتور حسين مرحبا بك وصباح الخير. صباح الخير عليك وعلى زملائك في البرنامج. أحييك وأحيي قناة الفلوج تغطي هكذا مواضيع كانت سباقة تغطية موضوع الأشعة التداخلية. والفلوج هي مدينة من مدن العراق الصامدة المدافعة المضحية، مدينة المساجد. تحية، ألف تحية، تحية لك. شكرا جزيلا لك دكتور حسين. يعني دكتور حسين، ما هو هذا الجهاز؟ ما هو هذا الجهاز وكيف سيخدم ويطور ويسهل عمل الأطباء في المدينة؟ مثل ما تفضل الدكتور مصطفى سليم اختصاصي الأشعة التداخلية، أن العمليات كان المريض في كل دول العالم تجرى له عدة عمليات، هي عمليات فتح البطن، عمليات فتح الصدر، عمليات فتح الدماغ، الجمجمة وما إلى ذلك. العالم اليوم أمام ثورة من التداخلات القسطرية التي هي تعتبر يعني ما يسمى بالبن هول سيرجري، اللي هي يعني عبارة عن فتحة صغيرة وتدخل منها مواد قفاطر أو شيء، وبعدين يعمل للمريض يعني شغلات، يعني فتح شرايين، تبديل صمامات، إزالة خطر من الجسم، محاربة سرطانات في الجسم، يعني غلق مجاري دموية لتغذية السرطانات حتى يموت السرطان ويتخلص منه الإنسان. فصار هذا العصر الأشعة التداخلية وعمد العالم على تطويره في كل نواحي العالم. نحن بدأنا في مركز الناصرية للقلب بوضع الأسس واللبنات الأساسية لهذا
المشروع لفتح هكذا قنوات دعم المركز الناصري للصحراء ويحاول يجلب ما هو حديث ومتطور لخدمة لمرضانا الأعزاء نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله خدمة لأبناء بلدنا اللي ما يلاقون من أحوال. طيب دكتور يعني الأحوال. هذا الجهاز يعتبر نعم. قفزة الآن نعم هو القفزة في الأطر هي أنه إيجاد هذه الأشعة التداخلية يعني أنت تجري عملية عن طريق تداخل قسطاري أحسن مما تجري عملية فتح بطن أو فتح صدر أو شيء يعني ممكن تجريها بفتحة بسيطة يعني اللي هي قد رأس الدمبوس نعم يعني أو زي اللي مات يعني بدل ما تفتح فتحة كبيرة وتصير تداخلات قسطارية يعني إلها وتحجم المرض سواء جميل. بالقلب لك بالدماغ بالرئة بالكبد بالمعدة بالأمعاء الأمراض الشغلات في المجال البولية أيضا كذلك شغلات عند النساء يعني مثل تضخمات الرحم أمراض الرحم يعني هم ممكن إجراها يعني توصل للمريض عن طريق الشرايين المغذية إلى أو الأوردة. طيب دكتور يعني كيف العضو بجسم الإنسان نعم كيف سيستفيد المريض من هذا يعني من هذا الجهاز في مركزكم هل سيكون فائدة عظيمة فائدة عظيمة راح تصير للمريض من خلال أنه تجري عملية تقريبا مشابهة للعملية اللي ممكن تجري يعني أنت هسه لو فرضنا الله يبعد الناس يعني لو فرضنا أحد الناس عنده يعني فسرطان بالكبد نعم هذا ممكن تفتح البطن بسكينة الجراح وتجي إلى سرطان وترفع السرطان بالكبد نعم وجدوا انه ممكن عن طريق شريان الفخذي تدخل بقسطره يعني عباره عن انبوبه بسيطه قطرها ما يتجاوز 2 ملم تدخل وتوصل الى الكبد عن طريق مجاري الدم وتوصل الى هذا السرطان وتشوف الشريان المغذي له وتزرقه بالادويه السرطانيه المهمه الحديثه هي طبعا فورا فتره يموت هذا السرطان بمكانه هذا الشيء طبي وعالمي موجود هسه يمارس في أمريكا يمارس في بعض الدول العربية أيضا ويمارس في أوروبا وفي اليابان والبحوث مستمرة وهذا وصل إلى برنامج موجود إحنا بعد ما يعني صراحة بالعراق لحد الآن ما تطور هذا الفرع فإحنا كمركز قلب عنده تداخلات في الشرايين وهكذا أشياء فلبنا نطور هذا المشروع فقلت لك وضعنا اللبنات الأساسية وإن شاء الله خلال أيام السمعون عمليات تداخل قسطاري لمرضى من هذا النوع يعني نعم للأشعة لما يسمى بالأشعة التداخلية طبعا دكتور حسين تحية لك وصباح الخير دكتور حسين بس سؤال يعني لما يدخل مثل هذا الجهاز للعراق أكيد بحاجة إلى خلينا نقول آلية حتى أنه الدكتور كيف يمارس عمله في هذا الجهاز الجديد بما أنه جهاز متطور وأكيد أول مرة يدخل في العراق وفي محافظة يعني أكيد كيف تمت وضع خلينا نقول آلية للعمل على هذا الجهاز وهل هناك دورات متخصصة حتى إنه مراكز ثانية ممكن إنه تأخذ مثل هذا الجهاز وتقوم بعلاج أكبر عدد من المرضى؟ نعم أنت بالتأكيد حتى تسوي فد مشروع ناجح بالطب يحتاجك يعني فد مكان يعني يكون هو يدعم المشروع اثنين يحتاجك فد أجهزة ثلاثة يحتاجك فد كادر متدرب حتى يكون يتقن الشغلة 100% وبروفيشنال يعني وماخذ أثورتي يعني مسموح له بوزارة العمل حسب يعني ضوابط نعم. المكان يعني كان يكون بالعراق أو خارج العراق ضوابط وزارة الصحة وضوابط العالمية يعني إنه طبعا وزارة الصحة تعمل بالضوابط العالمية المعمول بها في كل دول العالم حسب البروتوكولات العالمية طيب. صراحة يعني إحنا عندنا المكان مهيئ والأجهزة مستلزمات الكادر أكو الدكتور مصطفى سليم متدرب جيد جدا عندنا بعض الكوادر متدربة على هذا المشروع والمشروع يحتاج فقط يعني دعم مالي الظروف المالية صعبة بس احنا العراقيين دائما متعودين على التضحية ومتعودين على البذل يعني في سبيل المشروع وتدبير الأمور مثل ما تعرفون حضراتكم نعم فإن شاء الله بالمستقبل راح ندبر هكذا الأمور ويبصر المشروع هذا النجاح وإن شاء الله نقدم شيء يعني هدية جديدة لمرضانا الأعزاء يعني تداخل بسيط من أجل
يعني انقاذ حياتهم من شرور امراض كبيره يعني بعيدا على عن الجراحه والفتح الصدر او البطن. اكيد يعني احنا ايضا نتمنى نتمنى انه مثل هذا الجهاز انه يتوفر في كل المستشفيات العراقيه الحكوميه اولا، وايضا المراكز الخاصه. يعني المواطن العراقي بحاجه الى لربما دعم مادي، لربما بحاجه الى دعم صحي في خلينا نقول في كل المشاكل الصحيه اللي يعانيها المواطنين العراقيين، ومثل هذا الجهاز اكيد له اهميه وله ثقله في البلد، خاصه انه متطور وعليه اكيد ابعاد خلينا نقول ممكن انه تفيد كل مواطن عراقي. نتمنى انه هذا الجهاز يفيد اكبر عدد من المواطنين، ووزاره الصحه تتكفل بمثل هذا الموضوع، وان شاء الله كل المراكز الصحيه والخبرات تنول اكثر مثل هذا الجهاز، وبوجودكم طبعا. الله يخليك ويبارك فيك، انا اشكر سناش جميل الصراحه. يعني هذا المشروع هو موجود، يعني ننتظر من صناع القرار واصحاب القرار انه يدعمون هكذا مشروع، بالاضافه الى انه يعني لازم احنا صراحه يعني لازم نواكب التطور العالمي اللي يحدث، وهذا يعتبر تطور واشياء حديثه يعني راح تدخل. نعم. احنا لازم في ظل هاي الظروف لازم نواكب التطور العالمي، ندخل اشياء ممكن تقلل وتخفف من معاناه مرضانا الاعزاء اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور. نعم دكتور حسين الكنزاوي مدير مركز الناصرية للقلب، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لانضمامك لشمس الفلوجة، تحية لك ولكل طبعا الموجودين في هذا المركز، شكرا جزيلا.